أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، ومع بطولة من أجمل البطولات كانت تغطيها مجلة أجيال، جريدة أجيال. مضبوط. كانت تغطي بطولة دورة الخليج الثالثة 74. الصور لا، هذه مو أجيال، عفوا، هذه نشرة. النشرة دورة كأس الخليج. كأس الخليج الثالثة. الثالثة طبعا كانت الصور مميزة، نقية نقية الصور، يعني تحس أنها نظيفة. أي نعم. فنبي صور إن شاء الله. أبشر. بس طبعا قبل الصور بقول معلومتين. معلومة الأولى أن حضر مباراة السعودية والإمارات 10,000 متفرج، هذا يبين أن الجمهور الكويتي فعلا جمهور يعني شغوف. لا، وأيضا دول مجلس التعاون، نعم، دول الخليج كانوا يحضرون. المنتخب السعودي كان له جمهور، نعم، وكان له متابعين يحضرون، نعم. كان المنتخب السعودي يا جماعة في دورة الخليج الثالثة، نتيجة مباراة النهائية ما تعكس سير البطولة، لأن نتيجة المباراة النهائية انصافا للحق حصلت فيها أحداث أثرت على لاعبين المنتخب السعودي، واستبعاد الجمهور السعودي عدم دخول المباراة. يعني وقتها فكر الاتحاد الكويتي أنه يدخل نسبة معينة المنتخب السعودي، وهذا ظلم للجمهور السعودي في تلك الفترة أنهم ما دخلوا الملعب، وأثر على نفسيات اللاعبين، وصارت مشادات بين الجمهور وبين يعني المنظمين في البطولة، فانعكس السير على المباراة، بدليل أن أول ربع ساعة منتخب الكويت قدر يحرز 3 أهداف بسبب أن المنتخب السعودي ما كان في جو المباراة، كان في شروط ذهني من اللاعبين في البطولة هذه. هذا إنصافا للحق، يعني المنتخب السعودي كان مؤهل للبطولة في تلك الفترة. طبعا هدافوا الدورة حتى الآن نستعرضهم، أو نستعرض أول 5 منهم بشكل سريع. علي الملة أول هداف 4 أهداف، محمد المغنم السعودية 3 أهداف، فؤاد بوشقر البحرين 2، جاسم يعقوب الكويت 2، سالم بوشنين الإمارات بوشنين 2، وسعيد الغامدي اللي هو سعيد غراب السعودية 2. طبعا هذه طبعا اللي قدر ياخذ اللقب اللي هو الكابتن جاسم يعقوب، قدر ان يحرز 3 أهداف في مرمى منتخب الإمارات، نعم، وهدف في مرمى قطر. لا، لقطات هذه من لقاء الأمس، الفريق السعودي، هذا منتخب قطر، هذا يوسف محمد يترك الكرة لحارس مرمى، هذا طبعا أهم الصور، بس نبي نستعرض صور حلوة. يا والله يا أبو غازي، أي والله. هذه طبعا اليوم لقاء الكويت وقطر في ختام مباريات المجموعة ألف، هذه طبعا صورة جماعية لمنتخب قطر وصورة جماعية لمنتخب الكويت. عندنا كذلك الحين نطلع من كأس الخليج نروح إلى أخبار أخرى. هذه لقاء الحكم الدولي السعودي غازي كيال، أغلى هدية تلقيتها في حياتي كرة عليها توقيع الملك فيصل، أتجاهل اعتراض الجمهور الغير ملم بالقانون وأتألم لاعتراض لاعب. يعني هذا كان لقاء مع الحكم السعودي غازي كيال. طبعا عندنا هني كل شيء عن الرياضة في دورة الإمارات العربية المتحدة، وهذه صورة طبعا لمنتخب الإمارات، وكذلك شنو المعلومات هذه مكتوب فيها 74 راح يتكلمون عن الرياضة في الإمارات، نعم، شنو ذاكرين تقصد هني في الصفحة؟ في الصفحة هذه يعني لا يعني كاتبين الاتحادات، يعني إن في مجال الأندية والاتحادات الرياضية تم إشهار 27 نادية رياضية بالإمارات الست الشمالية، وزعت عليها إعانات مالية سنوية بلغت 1,000,000 درهم، يعني وأشرفت الوزارة على انتخاباتها. يعني معلومات مفهد، يعني وكذلك معلومات عن منتخب الإمارات. يعني أول شيء أحرز منتخب الإمارات منتخب كرة المركز الثاني في مجموعته بعد أن تعادل مع يعني هذا أول شيء. اشتركت بعثتنا المكونة منتخبات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس طاولة في مهرجان شباب التي يقيم بالجزائر عام 72. صحيح. أحرز منتخب كرة القدم مركز الثاني في مجموعته بعد أن تعادل مع المغرب 1-1، واستطاع بطلنا في تنس طاولة حاجي الهاجي لا يتعدى 15 أن ينتزع إعجاب الجمهور. اشترك منتخب كرة القدم في دورة كأس فلسطين ثانية التي أقيمت في ليبيا خلال شهر أغسطس 73، وقد ظهر المنتخب مظهر مشرف ولعب أحسن مبارياته مع المنتخب الليبي وتعادل معاه 2-2. وصلنا التجوري بغازي. تجوري عاد نبي لك صورة حلوة. تجوري تجوري الصورة الله، الكابتن علي الملة، الكابتن الخلوق الفدائي، شايف صاحب أكبر عدد من الأهداف حتى اليوم. صحيح.
احرز اربعه اهداف، هدف في كذا. طبعا هذا تكلمون اذا تبي تفضل. طبعا الكابتن علي الملا طبعا هو من اللاعبين اللي خلوني احب النادي العربي صراحه. يعني كابتن علي الملا كابتن خلوق جدا نجم من نجوم الكره الكويتيه، يعني بدا مشواره مع جاسم وشعيب وحتى فتحي ومجموعه من اللاعبين، لكن مشكلته علي الملا ان عنده اصابه في العضله، العضله الضامه مأثر عليه، وأيضا دخول الكلية العسكرية في تلك الفترة أثر على تواجده واستمراريته مع المنتخب، لكن هداف ونجم مميز وفدائي للقب الفدائي، يعني يقاتل على الكرة لو أنه يأثر عليه ممكن يتعرض لإصابات، لكن هو يضع مصلحة فريقه سواء النادي أو المنتخب فوق الاعتبار. أعزائي المشاهدين، مع الصورة الجميلة للنجم علي الملا نصل لنهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.